بسم الله. والله يا حبيبي هذا اليوم انا يعني مبره قصتي مع ممرض هذا اللي مبره ما تعرف مذنب من الكلب الصبح عادلي، واطلع يا حبيبي قدام مزرعة حقي ومقصب حقي هذا ومزرعة، والله اقول مع ام صدها كذا الا وهذا الامراض قاعد يتراقص لي هذا الرقصة اللي يقولوا لها مدري ديسكا مدري المهم من هذه الرقصات، واللي هو يقول لي يا عم وقف معاه ثنت السماعات ووجهه يلق بياض ما شاء الله وحالة ما هو من هنا، ومسمعة في اذنه ومنظارة بسودة هذه، وانا عيل له ومتخوف منه. قلت هذا اليوم يا الله تعطينا خير، هذا اللي معادك ما تعرف بذنب من بكلب غبش، الدنيا غبش برا مخرجي من امي ست تمام، ركبت سيارتي ومشيت، والله اللي هذا على الطريق على يتراقص، حين اراني كانه خجل اللي يقول لي يا عم وقفت اللي يقول لي اقول لك جود مورنينج، قلت له ما هو جود مورنينج، قال يعني صبحك الله بالخير يعني صباح الخير، قلت له الله يصبحك بالخير، قال لي يا عم معايا عليك اسئله وكذا وما ادري انت صايم ولا فاطر، قلت له ما عرفك عني اني اصوم ولا ما اصوم ولا افطر، انا صايم، قال والله كان اتكلم عليك بكلام بس انك ما يصلح وانت صايم، قلت له والله انا كان التامس صايم ولا ما اللي فاطر، يلا هيا قل لي ما هو معك، قال اقول لك انا لايفي اي لوفي او لايفي لوفي مدري ما هو، قلت له ما هو لوفي هذا، قال يعني انا احبك، قلت له الله يحبك بالخير ان شاء الله خير ان شاء الله، ذيك الساعة بديت المهمة يعني كل ساعة قلبي يزلغني منه، وصراحة انا هذا اليوم يا الله تعطينا خير هذا الصباح وخير ما فيه، خايف له من هذا للشاربين ولا شيء ويبره تمدسني في هذا هو شباب وانا قحم، قلت له طيب وبعد هذا ما هو، قال لي والله بس انا كذا حابك ومعجب فيك ومدري ما هو، ولايك يعني لايك يعني يقول لي كذا ويقول بيده كذا ومع السلول مزطزط عليه من هذا ما ادري جنزه مدري ما هو اللي يسمونه هذا اللي يقول له طيحني مدري ما، يقول اي لايك فيري 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 وقعد يتنافض، قلت له يا ابن الحلال كلمني بلسانك عربي مثل كلامنا، خلني من هذا لسانك لسانه بصرت برد الحين تلعبها علي ولا تقلب تدق زقه يا ابو منجليزي هذا ناه خارج من العربي عليك كتب لنا انجليزي، قال ايام لايك فيري 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 فيري، قلت له ما هو هذا فيري فيري هذا اللي محشم بملابس ولا ما هو ولا امصحونه، قال لا فيري يعني لايك يعني احبك كثير 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 كثير، وبدا يغمض بعيونه وما ادري ما هو بعد منظاره، المهم قلت له قال لك معك لنا علم احنا يا صباح الله الحين طالع من امسيت وانت هالمهم مشت هب لنا اليوم مشكله، وقاعد اعين له ادنا في الارض اعين له وقلب وجهي كذا وكذا شيء منقود يا جماعه الخير، والله منقود انا اقول لكم بالوصف الحين لانكم بعيدين عني، لكن شيء منقود وانتم عارفين هذه الاجيال وعارفين هذا الشباب وعارفين في حاجه يعني من هذه المناظر والمظاهر وهذه، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال عنها قال اياكم الرجل الامرد مرد هذه لحذر منهم، الهمة قعدت قديني انا الحين مدحوش خايف اليوم لا اهب ولا اصفقه ولا اهب لي مشكله معه، ولا قلت له يا ابن الحلال فكني اغدي في ستر الله واغدي في عملي والحق مزرعتي وعاد، ترى انا غبشت كله لا عاد حد قد برا علف بزرعه ولا عجار ولا شيء ولا سوى شيء، قال لي والله بس هذه يعني انا بس ابغى ابسط معاك وكذا معايا طفاش ومعايا ضيق، قلت له ايوه ضيق من ما هو ضيق يا ابوك ثاني اعلم عليك، قال لي علم علي، قلت له الان ان نصلى في المساجد وانت على مصد هذا تتراقص لي راب مدري ما هو مدري من هذا الدسكت وهذا الرقصات، قايل لي انا اشوفك من هناك من حين خرجت مع مسد وشكيت فيه انه مهم من هنا مهم قريب من هذا من برا ما يجي، وشكيت فيه انه قلت هذا يا جماعه الخير خارجي شكله كذا كانه انجليزي مكنني ما بقول بالانجليزي يتكلم عليه، وانا فقال لي لا والله انا بس عندي طفاش وخرجت من بيت من الساعة بدري كام 11 بدري 12 هذه جلستي ترى على هذا المصدى وغادي ميجي وحاطة هذه، قلت له هذا صبايب مطفش هذه الأذاني وهذه سماعات وهذه البلاوي لو بعتها والله شي يفرج عليك ربي، والرسول صلى الله عليه وسلم أجه واحد وقال له معايا طفش ومعايا كذا ومعايا كذا، أنا أعطيك وصفات الرسول
اعالجك بصفات الرسول وادلك على شيء الرسول دلوا ناس يعني الصباح يبرهون عليه حتى في مسجدهم يصلون ودين، فدلهم على هذا الشيء وقال لهم استعملوا هذا الشيء واخبروني في اليوم الثاني ما هو حصل لكم. فدحين انا ما عندي علاج، الشفاء والعافيه كلها من ربي، لكني ادلك على وصفات الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصفها للشباب اللي يعني مثلك هذيلا ومثل الناس اللي يعني يحصل فيهم يعني تقصير وكذا ويتعلمون ويتراءون وكذا. فقال انا والله هذه تجيني الاحلام ويجيني مخاوف وتجيني كذا وطفش. قلت له اول حاجه كب هذا اللي في اذنك، هذا هو اللي في اذنك هو اللي يعني خلاص خرب عليك الطبله وخرب عليك الدنيا كلها. وارجع الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل وقال له انا تجيني احلام مزعجه ويجيني خوف واطفش وكذا وما ارقد وما انام في الليل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اتيت الى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما اضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جارا خيرا من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى، عز جارك وتبارك اسمك وجل جلالك ولا إله غيرك. شوف له هذه الوصفة احنا نستاهل بها لكن عين ما هو فيها من الله. هذا الرجل عمل به يقول لك وقعد الرسول صلى الله عليه وسلم صلى معه الفجر من يوم ثاني. قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ها يا أخي العرب ما هو اللي حصل لك وماذا كان يعني؟ قال والله يا رسول الله، اللهم صل وسلم عليه، والله يا رسول الله ما ان اكملت هذا الدعاء ما كملته الا وحسيت ان عندي انشراح في الصدر وارتياح في القلب وانبسطت وانبسط وارتاح. شوف دعاء الله يعني علاج، الرسول ما ينطق عن الهوى، ما يجيب حاجه من عنده هكذا الا لها حكمه ولها علم ومن عند الله سبحانه وتعالى. فيقول كملت ما كملت هذا العلاج وما كملت هذا الدواء إلا الله سبحانه وتعالى قد فرج علي، وكنت أستعملها لأبناء من عقل من أبنائي واكتبها يعني حتى في امحناتي يعني اكتبها لعياله، يكتبها ويقول يحطها لعياله سبحان الله. فيا أبوك إن شاء الله الله يفرج عليك ويفرج على كل شاب وعلى كل مسلم أن تستعمل هذه الوصفة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله إني ألاقيك مرة ثانية إلا وأنت قد تحسن وضعك وربنا إن شاء الله يوفقك ويوفق كل شباب. فقال لي طيب ناهي يا عمو إن شاء الله أني أستعملها، جزاك الله خير وسامحني أنا تراني يعني من محبة لك وكذا وأرأتك قلت أشرح لك همومي وكذا. قلت له جزاك الله خير وإن شاء الله ربي يفيدك وينفعك ويشفيك.